اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، منك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد، صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سدد اللهم لنا قولنا، وانفعنا يا مولانا بما نقوله، وانفعنا يا ربنا بما نسمعه. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه إذا هو زاهق. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأول فقه في الدين في حياة هذه الأمة، وأعظم فقه في الدين، فقه جهد الحق كيف يتشكل، وبعد ذلك يدمر جهد الباطل. فقه جهد الحق. مصدر هذا الفقه، مصدر الحق، ومصدر هدايات الحق ربنا. وكل حق من ربكم، والمبلغ الأنبياء. ففقه جهد الحق، فقه رسالة الأنبياء، فقه جهد الأنبياء، فقه حياة الأنبياء. هذه نقطة مهمة جدا، حتى يعرف كمال الدين. أولا لا تأخذ حياة خليفة، الخليفة عمر الخطاب أولا، أو حياة ولي، أو حياة عالم. أولا جهد الحق في القرآن، أولا واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى. فلولا جهد الأنبياء ما كان جهد الطلاب ولا جهد المعلمين. لولا جهد الأنبياء ما كان جهد الأولياء. لولا جهد الأنبياء ما كان جهد الخلفاء. إذا نحن بدأنا نأخذ جهد الحق من حياة الخليفة، تعرف معرفة ناقصة. حتى كبار الخليفة لهذا قالوا: طفولة نبي، طفولة نبي هو طفل، أنقى من وجود ولي. إن موسى هو طفل، عن يمين فرعون، عن يسار فرعون، عن يسار فرعون، ما تأثر بالبيئة. سيدنا عمر خليفة لكن في صغر كلام عليه الصلاة، لكن نبي هو طفل عليه الصلاة. فهذا التقصير منا. فأولا بفهم كمالات جهد الحق حتى نترقى، مشاعرنا تترقى. انظر في حياة الأنبياء. توت يوسف، لماذا ربنا نزل يوسف؟ منهج حياة، ليس التعبد بالتلاوة فقط. لماذا ربنا نخرج موسى مرارا؟ منهج حياة. واذكر في الكتاب إبراهيم، هل اذكر فعل الأمر؟ وما هو الدين؟ أن تمتثل أمر الله. ربنا لو قال الكروني نقول سبحان الله والحمد لله، لكن اذكر الكتاب إبراهيم. كيف نستجيب ونقول إبراهيم إبراهيم؟ يعني اذكر جهده، اذكر أخلاقه. الآن المسؤولية عندك، واقتني، واقتني به. مشكلة المشاكل، المسلم يقرأ يقول أنا نبي، نبي، أين أنا من الأنبياء؟ فأعظم حياة حياة الأنبياء، وأسهل حياة حياة الأنبياء. حياة العلماء أقل درجة وأصعب. ما بيستطيع أبي وأخي وعمي السيد الحسن البصري حول التلاميذ. ما كل الناس استطيعوا كافيتكم. لكن ابراهيم، واذكر كتاب ابراهيم، شو يقول ابراهيم؟ يا ابوي، يا حبيبي، يا ابتي، يا ابتي، يتودد لابي حتى يقول لا اله الا الله. يا ابتي لا تعبدوا الشرك. كيف يرسل نوح؟ يا قوم اعبدوا الله، ما لكم، ما لكم الا غيره. فاسهل الكلام كلام الانبياء. لهذا جاءت السهوله واليسر بعد ياتي الجهاد، ليس على الضعفاء، الضعيف لم يحمل شيء. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. بعد ذات الصوم من كان منكم مريضا، المريض ما بيقدر. في حياة الأنبياء والله المريض بيقدر عليها، والله الأم بيقدر عليها. لهذا جاءت كلمة تشير بعد جهد الأنبياء في سورة القمر بعد جهد نوح: ولقد يسرنا القرآن للذكر. بعد جهد هود: ولقد يسرنا القرآن للذكر. بعد جهد صالح: ولقد يسرنا القرآن للذكر. الأمة لمدة 13 سنة. وفقه الدين فقه جهد الحق، جهد الأنبياء. مع الأسف بعض المؤلفين كتبوا جهد الأنبياء، قصص، قصة موسى، قصة إبراهيم، بعنوان قصص الأطفال. لا والله، والله قصص تصنع الأبطال.
يا احبابي كلنا نعظم الانبياء ومثل نعظم جهود الانبياء. لوط نبي اخذ عظمته، اخذ عظمته لا من لحمه ولا من نسب، من جهده. ما هو جهده؟ يجي صاحب الخبائث بعاطفه الرحمه والشفقه وفقه الهدايه، ليله لهم نهار لهم. وما هو احلى جهده؟ تحقير اهل الخبائث، عكسه الانبياء. ما هو جهد موسى؟ وهذا الطاغي فرعون ذبح ابنائه، حل المشكله ان ربنا اما بدمره وبهديه. الزهد الحق خذ احسن الحلين، هل لك الا ان تزكى؟ وليس جهد الحق ان موسى يقول هذا الطاغي يدعو عليه، هذا طاغوت، هل لك قول الليل؟ فلهذا رسالتنا طلاب وسادة الامه رسالتها أن نتمثل بحياة جهود الأنبياء. لهذا أول عنوان في بركة جهود الأنبياء، أول عنوان في العبادة ليس صلاة كصلاة النبي ولا صيام كصيامه. جهود الأنبياء جهود الدعوة بجعل عنوانك يوم كيومه، نهار كنهاره، ليل كليله، فكر كفكره، هم كهمه. الدعوة تحملك هم. هذا جهد الحق، جهد الأنبياء. ما به هوى مصدر ردة كمالاته في الأنبياء، وجهد الباطل كمالاته لا في فرعون ولا في هامان، كمالاته في إبليس. لأن كل الكلام إبليس وجهد إبليس مرارا حتى نعرف جهد الباطل، وكل حياة الأنبياء مرارا حتى نعرف جهد الحق. لأن ما بدأ الدين بفقه الصوم والصلاة والحج، أول عبادة مفروضة في السنة العاشرة، الصلاة المفروضة. وأول صيام مفروض بعد 14 سنة من الولادة. وأول حج مفروض بعد 20 سنة. وأول شيخ رفيع بعد 14 سنة. لكن من أول يوم ربنا تعبدنا بجهد الأنبياء. جهد الأنبياء دعوة إلى الله. تعبدنا بجهد دعوة للناس. فمن ربك ربنا تعبدنا بكتب عليكم الصيام. تعبدنا بأخلاق الأنبياء، إذن بالتي أحسن قبل أن يتعبدنا به، ولله على الناس حج البيت. لأننا من فوق عرشه يمجد جهد الأنبياء ولو لساعة. وجاء من أقصى المدينة، هذا الرجل اشتغل بجهد الأنبياء لمدة ساعة، وجاء من فترات، وجاء من أقصى المدينة مليون مرة بالتجويد، تكسب مليارات الحسنات، لأن كل حرب 10 حسنات على الأقل. ويضاعف الله ما شاء، تكسب مئات الحسنات، ولكن لا تصل الى مرتبه هذا الرجل الذي مدحه الله. الذي مدحه الله ما قرا وجاءه. الذي احرمنا ما فسر وجاءه، باي شيء مدحه؟ بحركه تشبه حركه الانبياء. جاء حرك رجله ونصح قومه ساعه من ساعه سيدنا نوح، ساعه من ساعه هود. ربنا نزل من فوق عرشه قران مثل ربنا القادر يسمي اسمه منهور، لكن حتى يتبين ان الشرف لا يتعلق باسمه ولا بنسبه. ما قال غني ولا فقير حتى يبين ان الشرف لا يتعلق بحاله لا بفقره، وان الشرف يتعلق بحركه رجله، مشى ونصح الناس. فكل من يتحرك هذه الحركه له نفس القيمه، نفس الدرجه عند الله سبحانه وتعالى. 70,000 إسرائيلي آمنوا سيدنا موسى، ما قاموا بجهده، ما مدح إيمان رجل واحد منهم. ورجل مؤمن من آل فرعون اشترك، شارك ناصر سيدنا موسى بدعوة ساعة من الزمن. فمن فوق عرشه نزل عند القرآن يمدح، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، مدح عواطفه ويقول: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم التناد، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لهذا أول منهج لحياتنا حتى تشبه بمنهج الأنبياء سورة المزمل المدثر، سورة القيامة. فسورة المدثر مزمل في نهارك جهود الأنبياء، قم ولسن. والمزمل تقول له قم في النهار، والمدثر قم. وسورة القيامة تقول ونفسك لم. ليش داعي بلوم؟ مسؤولية كبيرة وتخرج الناس، واجبات كثيرة وما عملت قليل.
لكن ما نصلي الحمد لله صيام كذب الحمد لله الطيامي مجدود الأنبياء دع النبي يقول رب اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة حمدي وخطأي وجهلي سيد الخلق يقول وكل ذلك ليس مني وكل ذلك مني ليس تواضع ليه؟ لأنه جهد كامل لكن مسؤولية كبيرة جهد الأنبياء يجعلنا يؤتون ما أتى وكلهم وجلة جهد الأنبياء في تربية لأن كل مطلب من مطالب الدعوة هي تربية ويدعون أن الحسن الأشرحي تربية تربية تربى على الأخلاق هنا عفوة تربية فيا أحباب إخواني ما خرجنا حتى نتعلم كيف نصوب كيف ننفج كيف نشرب أقدامنا ونتحرك للناس فبدأ يبدأ جهد الحق بجهد الأنبياء روبز إليه بكلمتين في السماء قبل أن ينزل سيدنا آدم من الأرض أي كلمتين؟ ربنا أمر الملائكة بكلمتين اسجدوا لآدم الآن سأعرف جهد الأنبياء وجهد الحق من خلال اسجدوا لآدم خليكم معي كيف نعرف؟ شو علاقة وجود آدم بالتعريف؟ جهد الحق إذا رد نعيشه تفهموا من كلمتين اسجدوا لآدم لأنكم طلاب علم هذا أول مرة ما أقول في تركيا لا نسعى وهم لكن طلاب علم من الحكم مخنا شوية وحتى يدبر القرآن ربنا ما مر بالسجود آدم النبي حتى آدم ليس نبي ولا آدم اللي سبح وذكر وصلى لا تكريم لآدميته فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين فلما سجد الملائكة لآدم هذا السجود تضمن مطلبين المطلب الأول أو أمرين أنه عبد ربنا بهذا السجود لأنه يعني ما يعلم بهذا الامتثال عن الله والمطلب الثاني كرموا آدم فتعريف الجهد الحق التعبد لتكريم الآدمي من زار خله في الله الزيارة في إعداد وتكريم عبد ربنا بزيارة وكرمت أخوك هاي هذه جلسة كرمنا بعض وعبادة تعبدت ما خلت الأردن والتقيت الأحبة وحبوا ما يحبوني الثامنة التي أحسن عبادة وتكريم لما حسنت وكرمت مين؟ كرمت هذا الآدمي ولو كان كافر وعبدت من؟ ربنا اتصدق صدق عبادة وتكريم ابتسم وجه أخيك تعبدت بهذه البسمة عبادة وتكريم جود الأنبياء خلاصة أعطاء فأما من أعطى كم تعطي البشرية كم تعطي؟ وجود الباطل سلب غيبة اختلاف تحقير البشرية فلهذا عرف جهود الباطل بتعريف ابليس من هو عدو عدو جهود اعداء هذا عدو فاي حركه في انتقاص من البشريه جهود باطل يعني بعث الله الانبياء عواطفهم مشاعرهم لخدمه الخلق ما يكفي تكريم كرمتم حتى يكرمك التعبد تتعبد فيتعبد سيدنا موسى حين يسجد لله يا رب اسجد تقرب اليك وحين يقول قول لين فرعون لسان حاله يا الله بتكلم بقول قول لين لفرعون حتى اذهب فرعون فتعبدنا ربنا بالمشي الناس نكرمهم بلا اله الا الله وبالدعوه الى الله قبل ان يتعبدنا بمشي الجوامع 13 سنه عباده ما في مشي الجوامع لأنه من فوق عرشه بمدح هذه العبادة تمشي واحد جاهل بتكلمه بكلمة طيبة بسبك وبشتمك وبتصبر عليه وعباد الرحمن الذين يمشون بأي شيء تعبدوا بالمشي يمشون على أرضي هنا وإذا خاطبهم الجاهلون من هم الجاهلون في القرآن كما الجاهل عند الكافر لا يسمى مسلم يقول لا إله إلا جاهل وإذا خاطبهم الجاهلون كان جاهل أمثاله قالوا سلاما وهذا الجاهل ما بيخاطبك حتى تخاطبه وما بيخاطبه حتى تمشي له هذا مجرم بيصدر قال ما غير مجرمون قال جاهلون حتى يساعدك على عطفة الرحمة جاهل جاهل لهذا لما عصى إبليس ربنا وأقر عن معصية ربنا صب عليه اللعنة وأن عليك لعنتي
هذا شيطان مين؟ الجن. لكن شيطان الإنس من أكبر أضخم كلام في الكفر، كلام بيقول أنا ربكم الأعلى، والنبي قال ربي، فكلمات فرعون أوحش، أنا ربكم الأعلى. وما من كلمات أوحش، ربنا بيقول احترموه بالكلمة الطيبة يا فرعون. إذا جود الحق يقول لك فرق بين الإنسان الشيطان وبين إبليس. هذا جود الحق. ونتقرب في جود الحق اللي الله علمنا إياه، نتقرب من عنة إبليس. الله يعرف إبليس. والإنسان سبح إبليس وقال أنا ربكم الأعلى، وهو نتقرب إلى الله بالمشي إليه بالبسمة، وما نقول يا شيطان يا أبا علي يا أبو فلان جينا نزورك. إذا جود الحق يجب التفريق بين شيطان الإنس وشيطان الجن. فجند الله الملائكة، فجند الله الأنبياء للذهاب إلى شياطين الجن بالكلام الطيب. نبي إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. إحنا جود الحق الآن هذا الشيطان يلعنه. تلعنه هذا ليس جود الحق. أيها أحبة، هذه نقطة مهمة جدا. إن ربنا صب اللعنة على إبليس لأنه ما عنده عذر الجهالة. سمع كلامه ومن الله يا إبليس. والملائكة يراها بعيدة. عاش في أجمل بيئة. فسجد الملائكة كلهم أجمعين. مرة نحن اجتماعات تبليغية في بنغلاديش 2 مليون بيسجدوا، لو واحد في حياته ما سجد ورأى 2 مليون سجدوا مستحيل. إلا إبليس عن يميني ملائكة ساجدين وعن يساري ومسح ورفع راسه. وده فمعصيته عن العلم ما في دنيا تبرجت وفتنته، ولا شيطان فتن نفسه بنفسه. ربنا تفوس المراجعة، ما منعك ألا تسجد؟ وبين المسألة مش فيها عباد آدم، إذ أمرتك أمرتك، لكن المتكبر ما بفهم فقطع الفرصة. هذه المسألة لم أكن يسجد، قال انتهى. فصب الله عليه اللعنة. لكن هذا اللي بيسبني الآن ويعمل حاله إبليس ويقول وظيفتي سأقضي على الإسلام وعلى الدار الإسلامية، قال هذا ربنا أعطى عذر الجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. تفسير هذه الآية ربنا أعطى عذر الجهالة لكل عصاة. شرب الخمر وهو يعلم حرمتها، هل هو جاهل ولا ما غير جاهل؟ جاهل. ايش؟ علم ان حرام لكن جاهل بعظمة ربه. لهذا ما الفرق بين لعنة ابليس ولعنة شيطان الجن؟ لعن الله الزاني حين يزني، مش ان عليه اللعنة يوم الدين. فاذا تاب تهب. لعن الله الكافر حين يكفر. ولهذا معظم الصحابة كانوا شياطين. والله لو سيدنا خالد غفر بنا بروحه لقتله، وكان شيطان. وبعد ما قال لا اله الا الله صار احسن منه منك. ونحن استنى بوجه فتوحاته. هذا جود الحق الذي نريد ان نعرفه للطلاب. فليس رساله المعلم لحق الجاهل، ليش انت جاهل؟ ليش انت ما بتفهمش؟ لو هو بيفهم ما جاك. ليس رساله الطبيب، هذا طبيب جراح لحق المريض، ليش تمرض؟ ليش؟ يا رجل اعطي معي اعطيه الدواء. وليس رساله طالب العلم واللي يعرف الله واللي يصلي حق اللي بيرسل الله. لهذا منع الله قلوب الأنبياء رحمة على هؤلاء الناس. لكن ما تربنا بجرم وسين مجرم في الدنيا إذا خاطبهم الجاهلون. طيب الجاهل في معلم يعلمه أليف أباء، ولكن كل هالمدة هو وضع أصابعه بأذانه ويضرب الطلاب. معلم يعطيه فرصة وبعدين بيجرمه وسين مجرم. ربنا أعطى فرصة للإنسان للتوبة حتى الموت. فمات مصرا على الجهاله. اسمع يوم القيامه يوم قدر ولو ترى اذ المجرمون، وش اذ الجاهلون؟ طيب ما بيجرموا هناك. لكن في الدنيا يعطي فرصه جاهل. فما الفرق بين جهد التعليم جهد الحق وبين جهد الدعوه؟ جهد الحق انواع. التعليم جهد حق والصيام جهد حق. لكن الدعوه غير التعليم. التعليم يرتقى الطالب الطيب بالمعلم الطيب، عبادتين، الطلب عباده والعطاء عباده. فتتعبدون بالطلب، والمعلم يتعبد الاساله بايش؟ بالعطاء.
لكن في الدار نلتقي بالناس اللي ما عندهم طب، طلاب دنيا، ونمشي اليهم. في التعليم نستخدم القوة العلمية، اخلاق ما تكفي، وين المستوى العلمي؟ علموا علموا. اما انسان ما عنده الدين، انا ما احتاج مستوى علمي. شو احتاج؟ هداية ربنا، التعليم هي احسن، خذ العفو، استخدام القوة الخلقية. لهذا قال نصة الدين ثلاث انواع من الطاقات: مفتي، قاضي، معلم، استخدام القوة العلمية. دعوة يا الله استخدام القوة الخلقية، ولما ياتي حمد الشيخ استخدام القوة النظرية. لكن 13 سنة كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم. هذا من القوة الخلقية، يكون لك علاقة مع صفة الله، تكون رباني. فلما تكرم الإنسان تكرم، وهذا خلق الكرم، لكن الكرم بالنسبة لله اسم وصفة وفعل. فالكريم اسمه والكرم صفته ويكرم فعله. فمن خلق الكرم تتعلق تعلق عملي بإسماء الله. نتخلق بالحلم، هذا الحلم مثل خلق كسبته، ما كنت في بطن امك حلم حليما. لكن الحلم مثل ربنا اسم وصفه وفعل. فالحليم اسمه اسم ازلي، والحلم صفه ازليه، ويحلم فعله. بصير حلمك تعلق رباني، بصير رباني بالاخلاق، رباني رباني. الودود انه تتودد اخيك بالبسمه حتى تؤلف قلبه ويحب دينك ويحب كلامك. يعني التودد خلق، لكن التودد في حق الله اسم وصفه وافعال. فالودود اسمه، والتودد الى عباده يا عبادي، والتودد صفته، ويتودد فعله. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مش اقول لنا لاعلى مستوى للصحابه للدعاء الى الله، ان اقربكم مني لجسدي. ايها الدعاء، ايها المجاهدون، ايها المعلمون، ايها الطلاب، ان اقربكم مني مجلسا احاسبكم اخلاقا. شو الفرق بين التعبد بالقوى الخلقيه والتعبد بالقوى العلميه؟ لما تعبد بالقوى العلميه بقيها دكتور محاضر، لكن كل عفو مرات وانا كهبل. لما بتترك مكان اجتماعي الكلام في دون الحق والجهد الباطل. رب نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه منهم بني اسرائيل، ونجعلهم ونمكن لهم في الارض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ربنا اراد يغرب فرعون، يرفع مستوى بني اسرائيل، يخلصهم، يمكن لهم. هذه المنه شو اسبابها؟ اولا شو اسباب المحنه؟ اسباب المحنه جهد الباطل موجود. ما هو جهد الباطل؟ فرعون. وجهد الحق غائب. والله يقول بل نقله بالحق عن الباطل. اذا حتى يقول عن اسرائيل ربنا شكل جهد الحق. فكيف شكله؟ مش بحزب سياسي، لكن بدم فرعون. كيف شكله؟ هذا تشكيل رب شكره. اولا ربنا مر يعني اعطى سيدنا موسى فقبل الامه قوتين ضرويتين في الدعوه. قوه بدن نخيل السجلت القوي الامين. ليش قوي؟ اذهب الى فرعون لو كان مشلول ما بيقدر. امين. لين كم من يقين على الله؟ عصا حي حي عصا. ثلاثة ضع الآخر أمامك، وأن الساعة هدايات ربنا لسيد موسى حتى تشكل جهد الحق، وهي هدايات الأمة حتى تشكل جهد حق جماعي. وأن الساعة آتية نكاد أخفيها، شو مطلوب؟ يا موسى ضع أمامك فلا يصدنك عنها من لا يرويها. فجهد الباطل وجهته إلى الدنيا 24 ساعة، فاجعل وجهتك إلى آخر 24 ساعة. بعد هل لك الى ان تزكى؟ مش هو يفكر في تدبيري، هو يفكر في تزكيتي. هذا الفكر في امتحان، ممكن فكر لمده ساعتين يجول. فربنا امتحن، هل سيدنا موسى جاد بحب الهدايه؟ فارسل على موسى، فارسل على فرعون طوفان وجراد وقمل وضفادع، انتوا عارفين هذا الكلام. والطريق في الحبل الوحيد انه يا موسى ادعو، لو موسى فرح وجدت النصره. ادعو لنا ربك بما عهد عندك، ان كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. يا الله انت طمعتني في هدايته. لعله في تطويع. هو طمعني قال نؤمن لك. ما يدعو دعاء تجاري، ربنا صاخر يتصور في قيام الليل يدعو ويبكي. فعنده فكر الهدايه بحق. ويصعب والله على مثلي عيش هذا الفكر دقيقه واحده لواحد ذبح
اولاد اطفال ابن اخي ولاختي اتفكر هنايته الله لا يهديه. لكن هذا الجهد حق الانبياء. لكن هذا الجهد الحق على الفراعنه، لكن في جهد على اخر على اسرائيل. شو سبب المحنه؟ بني اسرائيل بين موسى اخواننا في العقيده مش كفار، ولا الكفار اخواننا في العقيده بيقولوا لا اله الا الله لكن مقصرين في حقها. اسرائيل بيصلي، اسرائيل ما بيصلي، واكل حرام ليله. فالمسلم اذا عصى الله ماذا يسمى؟ باطل صغير، والكافر باطل كبير. ففي الدنيا ربنا المسلم المعصي ما بيستدرجه، فنستدرجهم ضمير هذا يعود على الكفار. ما معنى استدراج؟ ان الكفار بنصرهم مع الكفر، لكن يا يمكن امه لا اله الا الله سواء كان بني اسرائيل ولا عرب ولا دم ينتصروا مع الفسق. فربنا سلط الباطل الكبير فرعون على الباطل الصغير. اذا سيدنا موسى بيشتغل على الفراعنه حتى يقول لا اله الا الله، وبيشتغل على بني اسرائيل. ماذا قال لقومه؟ اجعلوا بيوتكم قبله، اقيموا الصلاه، استعينوا بالله. اطاعوا بني اسرائيل. وصل مستوى الطاعه الى حد الله. فرعون ما طاعه. جود الحق قائم، جود موسى، جود الباطل قائم، فجاء موعود الله، بلغته بالحق على الباطل. والله لولا جهد موسى، لو موسى ما قام هذا الجهد. فيا احبابي جهد الحق نمشي له الناس، نستخدم اخلاقنا، نتواضع، نجعل علمنا من اجل نطبق في الجهد. لهذا ثلاث انواع تسمى تجويد القران، من حق القران علينا ثلاث انواع من التجويد، اسمعها. اول تجويد جو التلاوه. الإرهاب التي أحسن قلق للذات. ثاني تجويد جود الفهم. ثالث تجويد جود التطبيق. واحد سبك الثالث أحسن. وجاء من تجويد التلاوة، بعدين جود الفهم، بعدين جود الجهد. شو جود الجهد؟ حرك رجلك. جاء وما رزقناهم ينفقوا تجويد التلاوة وتجويد الجهد. انفق انفق انفق. لهذا تجويد التلاوة في المدارس، تجويد العلم في المدارس، تجويد الجهد خارج المدارس، تجويد التابلت أحسن في المدارس، تجويد الجهد تذهب إلى المشيء مش تحاسن المحسن وتحاسنه. فلهذا رسالتنا نحمل جهد الجهد. والذين جاهدوا التلاوة جزء من الجهد، جزء. رسالتنا نحن واياكم نحرك اخبارنا. وكما قال اخي درست في الجامعه سنوات واشتغلت في الدعوه، فما الفرق؟ تشرفت بالجامعه بتحريك الاقلام، بالجامعه حركنا اقلامنا، وبالدعوه حركنا اقدامنا. قلم، قدم، خلق، دين كامل، دين كامل. يا احبابي من عش العلم مع طبقه، طبقه الطلاب، من عش بعد الدعوه مع الامه، الامه معك. وعباد الرحمن ليس طبقة أمة. أدعو إلى الله على بصير أنا وطبقة من الناس، أنا وطلاب، أنا ومن تبعني. فجهد الدعوة وجهد الأمة خلينا في قلب النبي، هم على الناس، نحطها لك جلوبنا، ذكر للناس، حب الخير للناس. فما الفائدة؟ إحنا ننشر الدين بس نتعلم حفظ القرآن، تلاوة القرآن، وجود القرآن وين؟ لو أخذت كتاب زراعة وقعت ازرع الارض، وفهمت ازرع الارض بالعراق، ازرع في الامر الارض، لكن ما زرعنا، احرص 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 في الامر وما حرصنا، ازرع زيتونا. لو الصحابه قالوا ادعوا في الامر، ادعوا الى سبيل ربك، ما اشتغلنا بالدعوه. ثلاث حقوق من التجويد. اذا جودنا التلاوه الناس بحب يسمعوك، فبصير في التلاوه تكثر التلاوه، واذا جودنا الجهد يكثر الفهم. وإذا جودنا الفهم، وإذا جودنا الجهد الناس بحبوا الدعوة. يعني ما كل دعوة جيدة، بعض الناس بيمشوا بخربوا علينا. كيف نمشي بالأخلاق الطيبة تجودها حتى الناس يحبوك؟ وكل الصحابة جودوا الجهد ومدح الله التجويد، ويدرؤون يعني التجويد 100% صح، ويدرؤون بالحسنة السيئة والعافين عن الناس وما رزقناهم ينفقون. فالتعليم في المساجد والدعوة نأتي بالناس للمساجد. الدعوة خارج المساجد.
والتعليم في المساجد. فلهذا في بث الساعة ناتي إلى طلبة الطلاب نشكلهم، ثم نقول من مستعد يخرج سنة بعد أن يتخرج مئات بل آلاف من طلبة العلم باكستانيين بنغلاديش خرجوا سنة، وشرفني الله بسنة مع المؤهل العلمي دكتوراه خرج سنة. ليش؟ لأن وجود إصلاحي ربنا منح قيام الليل في البيت، أنا الأولاد نايمين الزوجة نايمين ما بستطيع، في الخروج تقف على نفسك هذا قايم هذا قاعد يساعدوك. الخروج بيئة، ليس الدعوة فقط إلى أصلح غيري، الدعوة نعيشها للبيئة وأصلح نفسي وأدعو الناس إلى البيئة. فليس الدعوة كلمة أقولها، لا أعيش بيئة وأدعو. معطيات التعليم اسمعني فاعل مرفوع، لكن معطيات الداعي أنا ماشي امشي معي اتبعوني اتبعوني. فيا أحبابي ويا إخواني، جينا الأردن أولا حتى نحضر اجتماع دعوي نتواصل فيه ونرى الموضحين. هذا الاجتماع يكون خميس وجمعة وسبت، ما بيشتغلوا الناس حتى يتعلموا كيف حاجة العالم. إن جماعات على فرنسا، جماعات على بريطانيا، اجتماع يخرج جماعات ويحرك أقدامها. فهذا الدين عظيم كبير، لكن مفتاحه نجلس مع أهل الخير، بيت كبير ومفتاح صغير. ما نحن نقول هذا الاجتماع قلنا بيشرح صدرك، بيشرح صدرك للدين، بيشرح صدرك لخدمة الدين. يأتون جميع أنحاء العالم. مين أحق بالاجتماع؟ أنا جاي من الأردن، واحد جاي من الأردن، ولده واحد عايش في اسطنبول، الاجتماع بجنبه بجنبي بجنبي. الاجتماع قريب منكم أيها الشارع، يا طلبة العلم، يا طلبة الدين. فلهذا نود انه الكل يتشوق ويستعد يبدا الاجتماع من عصر الخميس والجمعه والسبت والاحد الدعاء. اشرح له صدرك وربنا ينور قلبك وتكون فائده ما تاخذها من مجال اخر. فمين مستعد يدخل الاجتماع منكم؟ يرفع يده. اجتماع عندما يجتمع هذا اين أنا سمعت أمامي سمع، لما أحضر اجتماع ما بسمع، لكن ماذا أين المستمعون؟ أين المتجالسون؟ أين المتحابون؟ فما مساعد؟ ثلاث أيام، وبعد علوم لما تخلصوا احرقوا أقدامكم، لأن قالوا العلم حجة عليك والعمل حجة لك، لهذا نحول المعلومات اللي احنا فهمناها إلى ايش؟ معمولات. حول المعلومات بعدها فنعم اجر العاملين. فلهذا اولى الناس بفهم جهد الحق الاساتذه الطلبه الشباب. يعني وشي مين ادعى الشباب انت؟ فالله وفقنا اياكم من اجل هذا. عنا شرفنا وخرجنا من الاردن للاجتماع وجلسنا بهذه الوجوه الطيبه اللي ربنا جعل هذا المكان مناره مناره الشعارة. فلهذا الله وفقنا اياكم مستعدين نخدم الدين ونضحي بالشيء بالطين نخالف هوانا. وفي الجنه موافقه الهوى، في الدنيا خلقت مخالفه الهوى، والجنه بموافقه الهوى ما تهوى الانفس. في الدنيا نعطيها الايام القليله لطلب العلم، ايام قليله في الدعوه نعطيها ونسترضيه، وفي الاخره كمل يعطيك ويرضيك. يا عبادي هل رضيتم؟ في الدنيا الاشياء امانات، حياتي امانه، صحتي امانه، شبابي امانه، مالي امانه. فمصر امانه في طاعه الله. في الجنه ما في امانه، تمليك، الصحه تمليك ما بتمرض، نهار اللبن امانه لتمليك. تمليك مليون سنه تاكل وتشرب تسال لما فعلت، تمليك. وان رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. فجود الحق نتعلم وضع الاخره امام عيننا. جود الحق نتعلم ونضع الرحمة في قلوب الناس. هذا جود الحق الله شكله في سورة يوسف. ماذا قال له؟ إنا نراك من المحسنين. بحاسن من؟ بحاسن سجلوه، بحاسن أخوانه اللي قالوا اقتلوا يوسف. بركة المحاسنة أخوانه شو صاروا؟ كواكب. من نهاية 11 مجرم له كوكبا، كوكبا صفة مدح ولا صفة ذنب؟ مدح. أمدح تشبيه في اللغة العربية
شبه كمال الإنسان بالكوكب. مين يشبهه بالكواكب؟ من هم اللي كواكب؟ من هم؟ وأنا يوسف. طب لما قالوا اقتلوا بيستحقوا التشبيه؟ لما قالوا اقتلوا يوسف هذا مجرم ليس كوكب. اقتلوا يوسف هذا مجرم كبير. فكيف انتبهوا الكواكب؟ أحد عشر كوكبا؟ اقتلوا يوسف هذا حاضرهم مجرم. أحد عشر كوكبا هذا مستقبلهم بصير كوكب. فتكوكبوا. فاللي قالوا اقتلوا يوسف تكوكبوا بمحاسن يوسف الدعوية. واللي قالوا اقتلوا محمدا اتكوكبوا. اللي قالوا في يوسف عشرة، لكن لما نزل توت يوسف على أهل الحق كان أكثر من 100,000 عرب يقتلوا محمدا، منهم عمرو العاص وغيره كواكب. فجود الحق بتحول الإنسان اللي بغير 100 كوكب. كيف تكوكب البشرية على يدك وتستنير وتستضيف؟ فبيش إيش قال سيدنا يوسف كل يوم؟ يا الله متى تقر عيني بإخواني يفتدوا في السجن؟ ما قد توفني لو عرفت السجن مليون مرة ما بيذكر الموت توفني. وليش لما صار على خزائن مصر توفني؟ مين بيعرف ليش؟ مين بيعرف؟ لما أجل عز خزائن مصر يا ربي آتيتني من الملك وعلمتني توفني. طب ليش في السجن ما قد توفني؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف؟ ولا واحد بيعرف؟ أقول أنا لأنه ما أدى المسؤولية، لأنه عنده مقصد. شو مقصده؟ مش مقصده يعيش يطلع من السجن، مقصده يرى إخوانه اهتدوا على يده لأن الله بشره. في السجن ما راه بالمنظر، لكن لما اخوانه قالوا تالله لقد اثرك الله علينا سر وفرح، ربي قد اتيتني من الملك وليس الملك مقصد، وعلمتني من طويل حديث وليس للعلم مقصد. مقصد يا اخواني صاروا طيبين الحمد لله توفني. فحصل مقصده باصلاح الاسره. ومين بيعرف متى نبينا تذكر الموت وحصل مقصده؟ مين بيعرف؟ مش مصلاح الاسره. مين بيعرف نبينا؟ انت مش طالب هذا، هو الطلاب. مين بيعرف؟ انها تمت الرساله. سنت ورايت الناس يدخلون، مش الاسره. لما رايت الناس يدخلون في اليوم حصل مقصده. ومتى يحصل مقصدك ومقصدي؟ لما نتوظف ونتزوج وحصل مقصدنا. فشتان ما بين مشرق ومغرب. فكيف يكون مقصدنا مقصد الانبياء، فكرنا فكر الانبياء، من اجل هذا نحضر الاجتماع ونخرج في سبيل الله ونخرج. فنتحرك ونحرك جهد الانبياء، ونقرا ونقعد ونضحك ونضحك جهد الانبياء. فلا تخشى الدين يضحك وضحك ولا اقول ونقعد. من مستعد؟ من وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. تشكيل على المتابعين.